أبدأ إنه تعزز المصيرة الديمقراطية في الأردن ولا تستمع لأحمد سعيد أو حزب البعث في سوريا؟ أو هل من المعقول إنه أنت تمشي في مسيرة احتجاجية بتهم الأردن مثل ما بتهم فلسطين؟ ما نرفع العلم الأردني فيها؟ هل هذا مقبول؟ معقول هذا الكلام؟ ما المقصود يعني من الموضوع؟ ما المقصود لا إيران؟ لأنه الآن سوريا لا تملك إرادتها الكاملة، معروف هذا الكلام، فبالتالي هذا هو الموقف الإيراني. إيران الكبتاغون اللي من سوريا هذا يعني سياسة إيرانية، أسلحة، وبطلع يعني جماعتنا الإخوان المسلمين هون بقول لا هذولا اللي فوتوا الأسلحة جوز يكون من الإخوان المسلمين بس تصرفوا فرديا. معقول الأمور تصل يعني إلى هذا المستوى؟ أنا تفاجأت جدا من تصريحاته وانزعجت الصحيح، وأنا عاتب عليه جدا. إلى دولة تابعة مثل العراق أو مثل سوريا.